ولسه بنكمل معاكم ساعتنا التانية على راديو 90 في لسه الصبح. وضيفنا اللي نورنا النهارده في لسه الصبح عامل حبيبنا دوشة صاحبنا شريف شاكر، منورنا ومبسوطين قوي 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 ان انت معانا النهارده في لسه الصبح. والله سري، انا حاسس ان انا جاي قرب بقى من المايك بقى، سمعنا صوتك بقى كده وزعق وكل حاجه. هو محدش بيعمل برنامج 9 الصبح برضه يا جماعه؟ احنا معلش في 7 كمان لو عايز. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس مبسوط. احنا بتغني وبتعمل حاجات كتير قوي وبتالف كتب وبتشتغل اتش ار، كنت يعني اتش ار، ايه الحاجات كتير بتعملها شريف شاكر؟ بيعمل ايه كتير؟ هي كنت دي لسه من اسبوع يعني. ايوه لسه من اسبوع. كلمه تقيله قوي، لسه واخد القرار. ف ليه خدته يعني؟ ليه خدت القرار ان انت تسيب شغلك في مجال الاتش ار بعد 15 سنه في مجال شغل ناجح جدا ومحقق فيه نجاح كبير وفي شركات كمان مالتي ناشونال وبره مصر كمان وكده؟ يعني في اسباب كتيره. اولا فكره ان انا عايز يبقى في ايدنتيتي، زي ما انت قلتي بعمل حاجات كتيره قوي، الحمد لله مجتهد وشاطر في معظم الحاجات، وانا من النوع لما بتحط في حاجه بتحط على التراك، عارفه خلاص انا داير. بس لقيت ان انا بعد وقت طويل قوي وانا اولموست 36 37 سنه، فحسيت ان انا محتاج ابقى فعلا في شخصيه، في هويه زي ما بيقولوا يعني. ففكره ان انا يومي 3 ارباعه او اولموست ثلثينه رايح في حاجه واحده، ايا كان حبي وشغفي للحاجه دي، ستيل هي مش الايدنتيتي بتاعتي. ده كارير وايز انا محافظ على اسم شريف شاكر في المنطقه دي، لكن في حاجات تانية كتير قوي انا بعملها بتسبورت كيان او اسم شريف شاكر. فانا في مرحله دلوقتي ان انا لسه كنت بتكلم مع فادي، قاعدين بنشخبط مع بعض كده، اللي احنا تحديد اللي هو فايند يور سيلف، انت مين في كل الحاجات اللي انت بتعرف تعملها ومين في البيبان المفتحه كتير قوي. معقول بعد 36 سنه مش انت عايز تحدد انت فين؟ او يعني انت فاهم، ناس كتير بيقول لنا اذا بعد 36 سنه هتبدا كارير جديد. لا متعودين بعد ثانويه عامه، عارفه مثلا شوف بقى هتعمل ايه بقى، هتدرس ايه، هتشتغل ايه. بص كان الاساسي طبعا كان الاساسي لازم يكون البروفيشنال كارير، ده هو طموح اي حد بعد ما بيتخرج، ان انت خلاص بتحط نفسك على التراك بتاع الشغل والقصه دي كلها. ولكن انا لان زي ما قلت لك دايما بيكون في سايد بزنسز او في سايد، في حاجات جانبيه كتير قوي بتحبيها، بس احنا كلنا عندنا حاجه اسمها الفير اوف كوميتمنت، يعني دايما عندك اللي انت فيه التزامات وعليكي اكسبنسز وعليكي حاجات، وبتعايزه تتجوزي وعايزه تحوشي وعايزه تنجح عموما. الاوبشن فكره انه شغفك بان انا ابقى ناجح وكويس، استقرارك هيبقى الاساسي في ان انت تشتغلي شغل كويس وتكبري فيه. لكن بقيه الحاجات التانيه اللي هي خلينا نقول انها هوايه، خلينا نقول ان هي حاجه انت بتحب تعمليها، ايا كان حاجه من الحاجات دي طريقها اطول بكتير من طريق البروفيشنال كارير. يعني الاتش ار مانجر في شركات زي مثلا قلت كده مالتي ناشونال في اكتر من بلد، يعني كنت رحاله كده ما بين فين وفين في مصر طبعا وايه تاني؟ بس عايز اقول لك ان انا لما كنت في مصر كنت مينلي ميديا برودكشن وماركتنج وايفنتس وحاجات زي كده. حلو. الظروف هي اللي اضطرتني ان انا اسافر، ما كنتش حابب خالص فكره، كنت رافض اصلا فكره السفر، كنت ناجح جدا، حصلت طبعا الثوره واللخبطه والوقت والحاجات دي وشويه فشفت فرص في اماكن ثانيه وتعلمت منها، وتجربه برده انت رجعت يعني اقوى كده زي ما بتقول في كل التفاصيل حتى. ونعرف برده حاجات ثانيه ليها علاقه بكلمه هرجع اقوى او الهاشتاج اللي انت دايما بتستخدمه. بس خبراتك برده ك اتش ار، قعدت مع ناس كتيرة بجنسيات مختلفه، فدايما بتحب ان انت تكتسب خبرات ثانيه. خلينا نبدا بالاغاني ومن اتش ار مانجر. الواحد بيغني وفي اغنيه بالنسبه لي هي القويه جدا، سيرتك جميله. اغنيه دي بقى قصتها قصه. يعني انت قلت لنا كده وكنت بتحكي لسالي ان الاغنيه دي عرفت او غنيتها يوم ما اكتشفت اصابتك بمرض السرطان، وده هنا رحله تانية خالص غير اللي احنا بنتكلم فيها من شويه. مستقر في شغلك، قاعد في بره مصر وبتتعلم وبتقابل ناس كتيره وبتغني لما يجي لك وقت ان انت حابب تغني او بتلعب بالهوايات بتاعتك. فجاه مشهد تاني خالص، شريف انت مصاب بمرض صعب، مرض محتاج قوه كبيره جدا ان انت قوه نفسيه ومنك انت شخصيا عشان تقدر ان انت تعدي. ايه اللي حصل بقى؟ شفت الجمله الاخيره اللي انت قلتها دي؟ انا نازل اجازه عادي زي اي بني ادم، احتفل بالعيد مع اهلي، وقيس فجاه عرفت المعلومه بنفس الطريقه اللي انت قلتها دي. انا رايح اكشف على حاجه تانية خالص، شويه وجع في بطني وما اعرفش، وفجاه لا انت عندك لوكيميا حاده ما كنتش اصلا اعرف معناها، ستيج 4، وانت لازم تتحجز دلوقتي. وقفت العيد بقى وانا ما فيش اصلا مستشفيات، ما فيش دكاتره، ما فيش اي حاجه خالص. وكنت متفق انا مسافر بعد العيد على طول، فما فيش اصلا رجع شغلك ورجع تكمل حياتك عادي حياتي خالص. كان ساعتها مهندس صوت الخطير رامي سليمان،
في استوديو صوت الحب. رحت منزله بقى ليوم الوقفه وانا المفروض ان انا متفق معاه وان بيعمل لي حاجه خارقه محدش بيعملها ان انا هنزل استوديو اشتغل يوم الوقفه يعني. فانا عرفت الخبر قبل كانت يوم الوقفه رفضت اوريدي حاجه الاستوديو يعني حاجه الاستوديو بواسطه بقى عارف اللي هو تعالى انا أيوة. انا مسافر يعني. ايوه فما قلتش لحد اي حاجه خالص قررت تروح تغني الاغنيه اللي احنا سمعناها دلوقتي. هي اصلا اغنيه مؤثره جدا في حياتي. محمد فتحي الشعر الجميل لما بعتها لي والملحن عماد تاج واول ما بعتت لي الاغنيه وكان ساعتها انا في الحاله دي فانا قررت ان انا هروح الاستوديو واللي يحصل يحصل يعني حرفيا دخلت الاستوديو خمس ساعات قافل على نفسي النور انا بغني من غير اي معقد يعني نورمالي بيكون معايا حد بيعدل بيصلح بيعمل بتاع فجاه طلع التراك زي ما انت سمعته كده انت اصلا طبعا يعني مين اول شخص قلت له هو انا يعني انا بسجلت للدكتور لاني ما كنتش متخيل ان الكلام ده حقيقي يعني انا قاعد كل ده لسه مستني ان انا كنت لسه يعني. في حاجه فروحت مسجل فويس نوت دقيقتين ثلاثه كده اللي هو الف يوم المعلومه دي ورحت بعتهم على جروب فيه انا واخيني الولدين يعني قلت لهم انا مش عارف تعالوا لي بقى قلت لهم لا وانا بعت لهم المسج وفضلت ساكت يعني قعدت على ده كام دقيقه كده مش لسه بفهم بقى ايه اللي بيحصل هو يعني. اصلا كمان من خلال متابعتي ليك على السوشيال ميديا انا طبعا انت لسه او انت متعايش مع المرض وربنا طبعا يتم شفاك عليه على خير تعديت مرحله كبيره جدا بس يعني الفكره ان انا بشوف كمان يفيد ان هو لا هو خلاص هو المرض موجود تمام فبتعامل معاه خلاص بالاطباء زي ما بيقولوا او العلاج بيحصل ايه اللي بيحصل ومكمل حياتي وكاريري حطه معايا بتعالج وخلاص بس مش هو اللي هدفك اللي هو انا مريض سرطان او انا مريض فهفضل ان انا طول الوقت عفوا محارب سرطان محارب سرطان كلمه مريض دي كنت بعاني منها محارب سرطان ده حقيقي محارب سرطان فانا بحس ان انت لا دي حاجه كويسه ان انت بتحارب في نفس الوقت حياتك مكمله عادي جدا وبتشتغل وبالعكس كمان انت بتاخد خطوات جريئه في كاريرك عاد تقول ده حقيقي ما قلتش مثلا طب ازاي طب مصاريف العلاج توقيت غلط طب مصاريف العلاج طب ايه بصي هقسم كلامك نصين النص الاولاني ان هو انت ما عندكيش اوبشنز تاني ما هو يا اما انت هتفضلي تتعالجي وتستسلمي للسرير والدكاتره والمرض وده حاجه يعني انا كنت دايما اقولها ان انت لو عالجت نفسك منتلي دماغك سستمتها صح ان انت عايز تخف دايما كنت اقول لهم انا مش يعني انا عايش اتصرفوا بقى مش والله حرفيا فانا عديت بمراحل كتيره يمكن انا يعني ان انا انا عارفها كويس جدا كنت عايش انه لا شريف ارقام بقى وتحاليل وحاجات كتيره جدا لا الموضوع صعب جدا وانت كنت يعني كل اللي حواليك قلقانين وانت لا يعني كل اللي حواليك خايفين انت لا انا تمام بص وشكلك ما يوحيش ان انت تمام والموضوع صعب وكل ده بس انت انا مكمل والله كل الظروف يا فادي كانت بتقول ان انا مش موجود ان انا ميت ان انا بس انا فعلا كنت مصدق ان انا اخف ودايما كان عندي الدافع لكده يعني عندي بقى بيتي وحياتي واولادي والتزاماتي والناس اللي في رقبتي والحاجات دي كلها فكان اوبشن الاستسلام مش موجود خالص وفكره ان الكارير والتشينج الكارير في وقت ده في وقت انا اكتر يعني انا مش بشتغل عشان اعيش انا بشتغل عشان اكفر سنين وقعت حرفيا من حياتي ومتغرب ومش موجود في البلد اللي انت فيها والموضوع بيكون اختبارات كتيره جدا مع بعض هو ليه اصلا مش واخد الغنى الكارير بتاعه هو خلاص هركز في الغنى وبس نجاوب ممكن بعد الاغنيه اللي جايه عشان الاغنيه اللي جايه اغنيه مهمه جدا والله يعني نجاوب ليه اصلا ما بتغنيش طالما انت بتغني هي يعني ما انت مغني عمري ابتدى تعالوا نسمع عمري ابتدى ونرجع نكمل مع بعض دي من الحان كريم محسن بس بنكمل معاكم لسه الصبح على الراديو 90 90 سالي سعيد وفادي ابراهيم منورنا صديقي العزيز في الاستوديو شريف شاكر الراجل اللي بيغني وراجل عنده كتاب وحاجات كتيره جدا لكن انت قلت لي انت بتذاكر حاجات غريبه دلوقتي استنى لما نسأله مش هسأله الاول ليه ما خدش في كارير الغنى قال ما يقول المذاكره هنرجع للموضوع الغنى يعني نبدا بالغنى وبعد كده نشوف الحاجات اللي هو ده هيقول ليه بقى قول بص هو ده كان جزء من اهتمامي الاكبر ان انا يكون عندي كارير وان انا ولادي يبقوا عارفين ابوهم يعني دايما كان السؤال اللي بيقرقني انت بتعمل ايه ففكره ان انا مطرب بس دي صراحه ما كانتش هي الحاجه اللي انا حاططها لنفسي خالص كفيوتشر وايز يعني قدام ولادي وكان دايما عندي الاهتمام أيوة ليه؟ مش عارف يعني دايما واخدها كهوايه ما انت مش عايز تحترف رغم ان انا كنت في دار الاوبرا وحتى لما سافرت بره مصر كنت في قطر ميوزك اكاديمي لا يعني واخد الموضوع دراسه برضو مش يعني انا قلت لك ان انا لما بحط نفسي في حاجه هي انا بشمر وبنزل لغايه اجيب اخرها يعني فانا دلوقتي برضو حتى بعد ما سبت الشغل في الوقت اللي انا حالي القرار الاكبر والاصعب في حياتي انا ما سبتوش ومش هشتغل انا مش عايز ابقى موظف ولكن انا بدرس دلوقتي حاجه اسمها CPLC Certified Positive Leadership Coaching حاجه ليها علاقه بالكارير كوتشنج من اكبر منظومه في العالم اللي هي الاي سي اف انترناشونال كوتشنج فيدريشن للتدريب
ان انا ابقى بحافظ على كاريري ك HR وحتى كمانجمنت, وفي نفس الوقت بعمله بس الطريقه اللي بحبها الا وهي الكوتشنج, ان انا اكون مؤثر, لان دي بعد 5 سنين سرطان انا بقى كل هدفي ان انا فعلا اترك بصمه, ان انا يكون ليا تاثير على كل حوالي, ان انا اكون سبب. فاللي انا بعمله انديفيديولي مع الناس اللي هم الكتاب كمان الكتاب جزء من جزء من الفكره اللي جواك, من فكره ان انا عايز ابقى مؤثر. الكتاب ده ما كانش في البلان ان انا ابقى كاتب او ان انا اعمله, ولكن في ناس دار محترمه جدا اسمها دار دير بقدم لهم كل التحيه, وفي شاعره اسمها سلمى خالد اتاثروا بالجيرني بتاعتي, وابتدينا ان احنا نحط لها زي مايلستونز كده, ان احنا في خلال سنه سنتين نكون كتبنا كتاب. انا دايما على مدار الرحله انا مش عايز اتكلم عن السرطان ومعاناته فقط, انا عايز اتكلم عن انا ازاي اطلع من السرطان. فهاشتاج من اول يوم كنت بتتكلم دايما مع كل الناس القريبه منك على فكره هرجع اقوى, انت شايف نفسك أقوى وانت راجع خلاص بالظبط. هاشتاج هرجع اقوى بالنسبه لي كان هو بقى الجيرني كلها, فحولناه لكتاب وحولناه لاغنيه وحولناه لكذا حاجه, كان هو دايركشن للناس. انت وقع مش لازم سرطان, انت وقعت في في شغلك, انت ديفورسد, انت ايا كان اللي حصل لك تقدر ترجع صعبه, ودايما بتقف كده انه انا حياتي عطلت بالزبط. فانا لا انا عايز ارجع من الحاله اللي انا فيها دي حرفيا اقوى من الحاله اللي كنت عليها قبل ما الموقف ده يحصل لي, واتعلم من التجربه دي بالزبط. فانت اتعلمت من التجربه اللي ربنا ادها لك, فكره التجربه المرضيه ان انا مش هبقى تعبان وخلاص, انا هستغلها الاستغلال الكويس اللي يطور من نفسي ويطور. وبصراحه يعني انت كنت مثال لكل اللي حواليك انه يا جماعه ده الشريف ظروفه 1 2 3, فانت لازم تبقى اقوى منه وتقويه, ويعني ما تقدرش انه حد مثلا عنده مشكله في الشغل لا ده شريف عنده بيحارب مرض السرطان, انا واخد اللابتوب معايا ومركب اكسجين وبعلق كيماوي وفتح اللابتوب وبحضر زوم ميتينجز. فحرفيا هي اتس اول اباوت ذا مايند سيت, انت يا فادي عايز ايه, انت كشخص عايز ايه في حياتك. انت اصلا الكتاب حاطط فيه ايه بقى قول لي؟ مقسم الكتاب على كذا مرحله. اول حاجه طبعا طبيعي ان انا هتكلم على الرحله ومعاناتها, كان طبيعي لان هو او انت معرف نفسك طبعا جوه الكتاب مين هو شريف شاكر وعامل ايه وبيعمل ايه. فالجزء الاولاني بيحكي عن الرحله ومعاناتها وكل حاجه. الجزء الثاني انا مقسمه نصين, نص زي لايف تيبس كده انا الرحله دي خرجت منها بايه, فبقول للناس ان في لايف تيبس لو انتوا اتبعتوها, وده من خلال الاكسبيرينس, عارفه اللي هو في الافلام يقول لك بيزد اون ترو ستوري, حاجه انا عشتها فعلا فبنقلها للواقع يعني. والجزء الاخير خالص حطيته فعلا صور وبوست انا عشتها كل مرحله جوه الرحله بتاعتي من اول داي 1 لحد ما الكتاب نزل, انا عشتها بتفاصيلها كتبتها, وشويه مسجز بقى من ناس بيسبورتوا مرضى السرطان وبس. ده كان كده كونكلوجن كده للكتاب. انت كان كمان الجمله اللي استخدمتها في الاغنيه اللي نزلت نفسي ارسم الف ضحك. انا الاول بس عايز اقول هي دي الكفر الباك كفر بتاع الكتاب, وانا عايز اولا اشكر واعتذر في نفس الوقت للشاعر هشام صادق على الهواء مباشره, لان انا كتبت الجمله دي فعلا طالعه من قلبي. انا كل ما حد يقول لي انت طب انت نفسك في ايه, فاقول الجمله اللي انا هغنيها لكم دلوقتي. فانا كتبت تحتها وهم في الدور كتبوا اسمي تحتها مش اسم هشام, فانا بقول وده طموع عندي ان انا هي الاغنيه كلمات هشام كلمات والحان هشام صادق كلمات والحان هشام صادق خد يا شريف غني. طب ما تقول لنا الجزء ده يلا بينا. لسه مكملين لسه الصبح منورنا ومشرفنا صديقي العزيز شريف شاكر, وسمعنا اغنيه هرجع اقوى. المزيكا حلوه قوي, احنا قلنا كلمات والحان هشام صادق, توزيع مين؟ توزيع كريم قدسي. حلو كريم وجدي قدسي, بتمنى له الشفاء, هو لسه عامل عمليه كده ومن الناس اللي برضو اغنيه حلوه قوي, ميوزيشن مفيش احسن من كده والله. حياتنا اكيد اليوم كلهم ولكل الناس اللي دايما يعني بتقدم مزيكا حلوه واغاني مبهجه, وانت يمكن واخد اللاين ده في كل الاغاني اللي انت بتقدمها وتميز بيه, وعندك برضو اكتر واكتر كده لسه في حاجات في الكواليس, في اغنيه اللي جايه فيها قصه كده برضو حدوته. طيب من حاجات كتير اتكلمنا فيها مع بعض, خلينا نرتبها تاني كده وندردش فيها تاني. الكتاب اللي هو هرجع اقوى, اللي معايا الاغنيه اللي فيها مسج لكل الناس اللي عندها اي مطب كده بتقابله في حياتها تقدر ان هي ترجع اقوى وتكمله, في نفس الوقت بتذاكر ومكمل مذاكره وبتطور من نفسك, وفي نفس الوقت لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي انت عديت مرحله كبيره جدا من محاربه مرض السرطان, لكن بيبقى فيه زي سايد افكتس وفي دوشه كده حاصله بتخليك شويه كده انا ممكن اقع تاني, بس بتتغلب على ده ازاي؟ بتقوي نفسك تاني ازاي؟ والله يا فادي يعني انا قاعد معاك وانا عندي جلطه كبيره في رجلي, لسه كنت بتكلم في الموضوع ده, ان انا
جلطة يعني اقعد وانام في السرير واقعد في البيت مش قادر اتخيل الموضوع. طب ده مش خطر عليك خطر ان انت دايما تبقى مش لا انا مش هستسلم وهفضل انزل واروح واجي او كده وانت كنت مستلزم الراحه يعني. هو في حاجه اسمها بادي كول، انا اول ما بحس ان انا خلاص شطبت فبضطر ان انا يعني مش هستسلم بس ان انا اريح يعني اخد مشحن شويه. ففعلا الموضوع هو في دماغي هو في شخصيتي فغصب عني ان انا ببقى عايز على طول ان انا بفرك وبتحرك. بس اكيد ده مش لوحدك، انت في ناس كتيره بتدعمك. احنا عايزين نعرف السبورتيفز يعني مثلا مراتك مامتك الست اللي في حياتك بتعمل ايه في عز الازمه اللي انت فيها. والله انا بصي انا كان كذا مره اتكلم في الموضوع ده ان انا معظم السبورتيفز الحقيقيين في حياتي كانوا نساء يعني. فبدايه من قلبي حاسس من امي امي صاحبه الهاشتاج اساسا هرجع، وهو هي اللي هي الرحله كلها. يعني هي كلمه قالتها لك فعلقت معاك واحنا رايحين ناخد اول جرعه كيماوي. يا ابني في يا ابني انت كده كده هترجع اقوى، خش اكتب الكلمه. رحت نازل فخلاص لحد بقى مراتي طول الرحله بقى سبورتيف جدا. في ناس تقعد تعيط وتولول معقول وبتاع. بالعكس ده هو الكلام الايجابي ده هو اللي بيخليك اصلا تفضل تعافر مع لا لا. بنوته عندها حاجه و30 سنه ولا لسه ما كانتش لسه تمت حاجه و30 سنه ومعاها ولدين واهلها وابناء وجوزها عنده سرطان وقاعد في المستشفى مرمي وفي بلد هي بقى لها 10 سنين مثلا عايشه بره مصر. فالرحله كانت تقيله جدا عليها ومع ذلك انا ما شفتش ده خالص نهائي. يمكن هي كانت عارفه باك ستيج بقى قاعده بتعيط وبتولول وبتعمل وبتشتكي، ولكن انا كشريف ما عمري ما شفت ده على مدار الرحله اللي فاتت دي كلها. لحد بقى إيه؟ اختي بشوف ان هي بقى جبل واقف والله حرفيا والله. كانت بتقول لك ايه مثلا؟ ايه الكلام كانت بتقوله لك دايما؟ احنا دايما تشجيع. احنا دايما الكلام لو احنا نازلين ناخد جلسه دلوقتي او حاجه بتتعامل الموضوع عادي مش ان هو تحس ان في حاجه. احنا دايما بصي انا اصلا فادي انا بكلمك وفادي ده يعني كان حضرت مواقف حرفيه قاعد معايا في الاوضه يعني. فكان دايما بيحضر الكلام ده اللي هو يبقوا قاعدين بيهرجوا بناكل بنتفرج على حاجه فالدنيا عادي في الموضوع عادي الدنيا تمام جدا وارد جدا ماتشات بلاي ستيشن حاجات زي كده. هو شويه فكره انه خلاص انا عندي حاجه بس مكمل انا عارف ان يعني هو مش اهمال او يعني عدم اهتمام بالحاجه اللي عنده لا مدرك كويس قوي الموقف لكن مكمل اللي هو حرفيا نبقى قاعدين في الاوضه. طب انا هنزل بس اعمل عمليه ساعتين كده وطلع لكم. والله حرفيا كان بيحصل كده. واخر انثى بقى اختي اللي هي اصلا انا دمي دلوقتي كله دمها يعني انا زرعت العملية. انا زرعت نخاع من دم اختي يعني فصيله دم بقت فصيله دمها فعلا. فبالظبط كده. والله حتى في الشغل وفي حياتي العمليه يعني معظم الشركات والحاجات اللي اشتغلت فيها معظم الناس اللي هي الريل سبورتر كانوا بنات انا بشوفهم رجاله يعني والله تقريبا في كل رحله. واختك يعني كان العمليه دي فيها اي خطوره عليها في حاجه ولا اريج ما حسستنيش بالموضوع ده يعني الريسك ما كانش كبير قوي. ولكن هي واحده باخد بسحب منها دم وفصائل وعينات وبتاع فالموضوع برضه ليه اتخيلها المستشفى احطها في الهسل ده اصلا يعني. ف عايزين نغني الحمد لله. يلا ايه رايك في الفكره دي؟ يلا نغني ضحكتك حياه. يلا نغني ضحكتك حياه. انا اوطي المزيكا ونسمع بقى يلا بينا. هي مبدئيا كلمات اسلام سعد شاعر جميل جدا، الحان عبد الله عيد، توزيع الخطير طارق عبد الجابر، والناس دي يا جماعه عملوا لي الاغنيه وقالوا لي خد خش غني يعني بيشجعوك بيها اكتر. سبورترز. يلا بينا نغني يعني. فانا بقول فيها يعني احنا بنوصل لاخر جزء من حلقتنا بس عايزين نختم معاك بمسج كده فيها تلخص خطوات اللي حصلت والمرحله اللي جايه في حياتك. انت ملهمه لكل اي حد بيسمع، اي حد مش بس لا قدر الله بيعاني او بيحارب من مرض السرطان لكن عنده مشكله وعايز انه يكمل. طيب انا هعمل اللي انت قلته بطريقه بروفيشنالي شويه في حته ان انا اللي انا رايح عليه دلوقتي الا وهو الليدرشيب كوتشنج. وعايز اشكر طبعا الكوتش العظيمه اللي تبنتني في الحته دي وشافتني ان انا والله قالت لي كده بالحرف. كنا في ايفنت كبير في مصر وهي لبنانيه واسمها فاتن عياشي فقالت لي انا مش شايفاك غير كوتش شريف وعايزاك تاخد الكارير ده وما تخسرش الايدنتيتي بتاعتك ك اتش ار فخليها كوربريت كوتشنج يعني تدرس للشركات بغض النظر عن اي حاجه كوتشنج انت تعملها. المسج اللي عايز اقولها من خلالي ان انا اتس نيفر تو ليت يعني خد القرار اللي يريحك واللي تشوف فيه نفسك ما تضغطش يا جماعه ما تقسوش على نفسكم والله ما فيش اي حاجه في حياتنا تستدعي او تستاهل الحياه في ثانيه ما تبقاش موجوده وانا عشت ده وجربت ده حرفيا انا في يوم وليله خلاص فما تقسوش على نفسكم يعني ما تخليش الكوميتمنتس والتزاماتك وضغطك وهبني وشقه وهعمل وهكبر تخليك توقف عن كل حاجه انت بتقدر تعملها خليك مش مستمتع باليوم نفسه
انا 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 انا, أنا بسمع انا طول الوقت بذاكر وبسمع وبانفست في نفسي. اكتر جمله انا عايش بفكر نفسي بيها دايما سلو داون، خليك بيبي ستيبس، خد كل حاجه بالراحه وانجوي كل خطوه وكل مرحله في حياتك. الضغوطات حوالينا والمجتمع، لازم اجري لازم اجري لازم اجري. الجري ده اكتر حاجه بتتعب صدقيني والله. هتجري لحد مرحله معينه وهتبقي شفتي كنا بنتكلم من شويه، انا عايز انام 3 ايام. هتجري لحد مرحله معينه يا فادي وبعد كده هتبقى مش قادر. ولما تقارن نفسك بنجاح غيرك او بظروف غيرك، انسى. حط نفسك قدام نفسك، ما تخليش حد في مقارنة معاك، حط نفسك قدام نفسك. صدقني دي أكبر مرحلة إنك تكبر. مالكش دعوة مين بيعمل في حياته، ركز في نفسك. حلو، الله. نغنيها بقى ونختم بيها، يلا.